بكم معكم وفاء من مجوهرات فاتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم بغيت نقترح عليكم هذا لارتيكل اللي غزال. هذا لو براسلي كيجي على هذا الشكل هذا اللي فيه الخريشيشات هادو، كنتمنى يكونوا واضحين بالنسبه ليكم. هكا كيف داير من القدام ديالو، فيه حجيرات بيان سيرتي وفيه هنا البيض وهنا الصفر. هذا الموديل المعروف بزاف وما كيديموداش، يعني كيبقى يتلبس ديال ديما وحتى في الحضور. هكا كيدير من اللور ديالو، السداده ديالو على هذا الشكل هذا. كنتمنى لارتيكل يكون واضح بالنسبه ليكم، ودابا غادي نشوفوا عن قرب كيفاش داير. بالنسبه للو براسلي على هذا الشكل هذا، واضح هكا من اللور ديالو، والصح والعمل براسلي صحيح الصح والعمل. وبالنسبه للداخل ديالو على هذا الشكل هذا، كيبان لنا هنا الحجيرات بيان سيرتي وفي هاد لي بوندونتيف نازلين منه. فيه الخميصه على هذا الشكل هذا والقليب، وكاينه هاد الوريده هادي وسنيسلات نازلين منه. كنتمنى لارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم ويكون واضح بالنسبه ليكم على هذا الشكل هذا، باش يبان مزيان. حطوه يبان لكم مزيان على هذا الشكل هذا. هاد لي فوندونتيف غزالين كيجيو هابطين، كيعطيو جماليه في اللبسه. ودابا غادي نشوفو كيفاش كيجي ملبوس. وبالنسبه للبسه ديال البراسلي كتجي على هذا الشكل هذا، كيبان لكم مزيان في دوك الخريشيشات على هذا الشكل، كيبان واضح بالنسبه ليكم. كيبقاو نازلين منه دوك الخريشيشات هكا، والسداده ديالو على هذا الشكل هذا كتبان واضحه بالنسبه ليكم. واللور ديالو هكا، يعني الصح والعمل. كنتمنى يكون واضح بالنسبه ليكم وبصحه وراحه. كنتمنى لارتيكل اللي اقترحت عليكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم. واللي بغى اي حاجه يتواصل معايا في الواتساب ديالي 0623 62 52 86، وبصحه وراحه.